وذكرت قصة عظيمة وعجيبة جدا عن الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، العالم السلفي، كان أستاذ في الجامعة الإسلامية المدينة، كان درس في أكثر من 17 جامعة ويجيد أكثر من 6 لغات، حتى أنه يجيد العبرية ودرسها في بعض الجامعات، يجيد العربية والإنجليزية والفارسية والهندية الأردو والألمانية. فكان هو كذا، فذهب إلى طبيب في فرنسا، ذكر له عنده شكوى مرضية وذكر له طبيب في فرنسا باريس، ذهب يتعالج عنده، فتعالج عنده وعافاه الله عز وجل. الطبيب هذا كان مستشرق، طبيب متخصص الطب ومستشرق الدراسات الشرقية الإسلامية، وعالم أن الشيخ علامة مرجع شرعي. لما انتهى من عنده طلع عليه السؤال، قال له: أسألك يا شيخ، القرآن العظيم هو كلام الله تعالى أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ تقي الدين: كلام الله. قال: ليش كلام الله؟ وش الدليل؟ فقال: الدليل قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال له: يا شيخ، أنا ما أريد أنك تستدلي بدليل من القرآن، جيب لي دليل عقلي حتى أني أقبل. القرآن معناه أنه يدعو إلى نفسه. قل: أنا تفاجأت بالمعارضة هذه. فقال لي الطبيب مثل ما يقول مثلا: هون عليك، أنا مسلم وأعتقد أن القرآن كلام الله، لكني أردت أني أمتحنك، كيف أسلمت؟ قال: مر بي عالج عندي هنا في هذه العيادة الملك فيصل رحمه الله، ولما كتب الله له الشفاء سألته، قلت: القرآن كلام الله أو كلام محمد؟ قال: كلام الله. قلت: لا، كلام محمد. قال: كيف عرفت من كلام محمد؟ قلت: قرأت في عدة كتب ومراجع استخلصت منها أنه كلام محمد. قال: قرأت كتب ومؤلفات أتباع القرآن ولا خصوم القرآن؟ قلت: خصوم القرآن المستشرقين. قال: لا، أقرأ في كلام أتباع القرآن اللي هم أعلم بالقرآن منه، وثانيا أنت قرأت القرآن أو قرأت عن القرآن، وقرأت القرآن نفسه بلسانه ولا بلسان خصومه؟ قلت: بلسان خصومه. قال: ما تفهم القرآن، تعلم العربية، مجرد ما تتعلم العربية ستعلم أن القرآن كلام الله، كذا يقول. يقول: فاتفقت مع أستاذ يدرس اللغة العربية في جامعة باريس أنه يأتيني في كل يوم ساعة من النهار يدرسني اللغة العربية. ما مضت 6 أشهر حتى عرفت أن القرآن كلام الله تعالى ودخلت الإسلام. شفتم كيف؟ توجيه سديد. إيه، وتسديد من الله جل وعلا. انظر، هذا دليل أن المسلم أيا كان في العالم، وأنه أيا كان في الناحية الاجتماعية حاكم أو نائب حاكم أو وزير أو عالم أو تاجر أو صاحب مهنة أو صاحب وظيفة، فهو في أي مكان ينبغي أن يكون داعي للإسلام بما عنده من العلم، ولا يجادل، يقول: أنا علمي هذا هو، تقبله قبل ما تقبله هواك. وأن يمثل الإسلام في هديه وسيرته وكلامه ووقاره،
في أي مكان من العالم، لأن تأثر الناس بالأحوال والأفعال أكثر من تأثرهم بالأقوال وأبلغ.